عشنا يوم امس احتفاليه حقيقيه في الجلسه الافتتاحيه لجامعه الشباب الاحرار. حنا يعني كان عندنا هذه الرغبه باش نصيفطوا للمغاربه رسالات ايجابيه ديال الفرح وديال السعاده بما تحقق لبلادنا في ظل القياده الرشيده لجلاله الملك الله ينصره. بلادنا تتعيش ثوره حقيقيه فيما يتعلق بالاوراش الاجتماعيه. بلادنا ولله الحمد اصبحت يعني نموذج يحتذى به على المستوى الدولي في تدبير الازمات، سواء الازمه ديال كوفيد، الازمه ديال الجفاف، الازمه ديال يعني التداعيات ديال الحرب. كل هذه الازمات كلها تنتجاوزوها بفعل يعني الحكمه المتبصره ديال جلاله الملك وبفعل هذه الحكومه اللي تشتغل بجد وبفعاليه. فبالتالي المغاربه محتاجين يشوفوا يعني وجوه مبتسمه، يشوفوا لحظات فرح، ما نبيعوش فقط ذاك الخطاب اللي بغاو البعض ديال الخطاب السلبي. لذلك حنا كنا على موعد اليوم غادي نستكملوا ان شاء الله الورشات اللي غادي تكون حافله بالنقاش وحافله يعني بالرسائل السياسيه، سواء الاغلبيه الحكوميه اللي بغيناها تكون اغلبيه منسجمه قويه، وكذلك الخصومنا في المعارضه اللي اثبتت مره اخرى صناديق الاقتراع بان الخيار ديال 2021 ما كانش خيار يعني اعتباطي، وانما تم نبذهم من طرف المغاربه عن طريق صناديق الاقتراع لانهم لم يقدموا شيئا لهذا الوطن. كما شفتوا اليوم كتواصل جامعه الشباب الاحرار اليوم الثاني على التوالي، اليوم مع 9 صباحا التحقوا شباب من مختلف الاقاليم والجهات بالجامعه الخاصه باكادير لمواصله الورشات. اليوم هذه الجامعه في الدوره ديالها الخامسه عندنا فيها 11 ورشه اللي كتعالج مجموعه من القضايا المرتبطه بالدوله الاجتماعيه. الحمد لله كان هناك واحد التفاعل كبير جدا، وتفاعل مع الشباب اللي تفاعلوا مع المؤطنين اللي كانوا من المكتب السياسي، من الوزراء ديال الحزب، من المناضلين، من البرلمانيين، وكذلك من الكفاءات اللي اليوم كيسهروا من هذا المنبر. كنشكروهم على هذا الحضور ديالهم وعلى الحرص ديالهم على تاطير الشباب التجمعي. اليوم الشبيبه التجمعيه كتبرهن بالملموس انها شبيبه قويه وحاضره في الميدان، وماشي فقط هي شبيبه لتاتي المشهد. اليوم خلال الورشات وكذلك خلال الجلسه الختاميه اعطينا الجواب الكافي والشافي لجميع من كان يشكك في هذا الحزب وجميع من كانوا يشكك في مصداقيه الشبيبه التجمعيه. تنظيم جامعه صيفيه ماشي بسهل، ماشي الواحد حتى كيفيق عاد كيبغي ينظم جامعه صيفيه. حنا هذه الجامعه هذه كنوجدوا لها اكثر من 5 اشهر، وهذا الشيء ما كيدل الا على ان التنظيم ديال الشبيبه التجمعيه هو تنظيم حقيقي يمتد الى الجماعات والى المغرب العميق، وهذا هو الدور ديالنا كشباب تجمعي، وهذا هو الدور ديال الشبيبه التجمعيه. اكيد انه هذوك الانتقادات اللي كان اللي كيتعطاونا اللي ماشي بناء بطبيعه الحال كنخليوها مورانا وكنزيدوا للقدام، والدليل على ذلك هو النجاح الكبير للجلسه الافتتاحيه ديال الجامعه الصيفيه، هو النجاح ديال الورشات والنقاش العالي اللي كان كبير واللي كنفتخروا بهاد الشباب اللي كوناهم، واللي الحمد لله اليوم عندنا منهم منتخبين، عندنا منهم اكثر من 3500 منتخب اللي كيدبروا اليوم الشان العام، وكذلك على المستوى الوطني عندنا الساده البرلمانيين شباب من شبيبه التجمعيه، وهذا الشيء يبعث بالافتخار. واكيد هذا الفضل كله كيرجع للقياده ديال الحزب برئاسة الأخ رئيس عزيز أخنوش اللي عطى الثقة للشباب ومنحهم الفرصة باش يدبروا الشأن العام، ماشي بحال بعض الأحزاب اللي اليوم كتهضر على الشباب وكأنهم فقط أدوات لتأتيت المشهد، أو لا كتهضر عليهم فقط من أجل ممارسة الوكاله والهجوم على الخصوم السياسيين. حنا الحمد لله شباب مخير في التجمع الوطني الاحرار، ماشي مسير، وهذا الشيء كيشرفنا كاملين وكيشرف التجمع الوطني الاحرار وكيشرف اكيد الشباب المغربي بصفه عامه. اليوم تشرفت بتاطير ورشه ديال البرلمان ورهانات الدوله الاجتماعيه. اليوم في هذا اللقاء مع الشباب حنا الدوله الاجتماعيه ما بقاتش رهان، بقات واقع بعد الكم الهائل ديال الاوراش اللي تنزلات من خلال الحكومه، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكيه السامعيه لانها كلها اوراش ملكيه. احنا كنفتخروا لانه كنتميو لهذا الحزب، لان هذه الحكومه قامت بالتنزيل ديال هذه المشاريع في وقت وجيز، وهنا في اطار
كنهضروا على دور البرلمان، هذا هو الدور ديال البرلمان، المساهمة ديالو في تنزيل ديال ومناقشة ديال هذه المشاريع ديال القوانين في وقت وجيز داخل لجان ديال مجلس النواب. مجلس النواب كذلك لعب دور كبير في هذا النقاش العمومي من خلال النواب ديال الأمة اللي كيمثلوا الشعب. بالتالي فاللقاء كان مثمر جدا، احنا فخورين بالشبيبه في الحقيقه، ماشي غير انها شبيبه ديال التجمع الوطني الحر، والله فرحين لانهم مغاربه، يعني الشباب المغربي نشوفوه اليوم ما في امريكاند جاي وكي مستوى ديال 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 الاسئله، المستوى ديال التفاعل، يعني مفخره. اليوم كنضموا النسخه الخامسه من جامعه الصيفيه اللي كما كتعرفوا بانها واحد ملتقى وطني للشباب التجمعي اللي كيشارك فيه عدد من الشباب اللي تجاوز في هذه النسخه، هذه 3500 مشارك ومشاركه من مختلف جهات المملكه، واللي جاوا شباب وشابات وهما كلهم حماس وفرحانين باش يشاركوا في هذه الجامعه اللي تعودوا انهم كيستافدوا وكيفيدوا، لان الجامعه التجمعيه ولا الشبيبه التجمعيه اللي منذ التأسيس ديالها وهي محافظة على هذه الدينامية ومحافظة على هذه الجامعة اللي هي واحد الملتقى ثقافي فكري، كيبقى فضاء للشباب لتبادل الآراء للاستفادة، وخاصة وأننا كنطرحوا مواضيع ذات أهمية، وخاصة أنه الجلسة الافتتاحية اللي كتجي مع الدخول السياسي واللي كتكون فرصة للسيد الرئيس ولأعضاء المكتب السياسي لتناول الكلمة واللي كتكون فيها كلمة تجاه العمل ديال الشباب والحزب. وكذلك انه شفتوا بان اليوم تم توزيع الشباب على عدد من الورشات اللي هما 11 ورشه، وكل ورشه كتناول الموضوع من المواضيع ذات رهينيه واللي عندها ارتباط بالحياه ديال الشباب، سواء تعلق الامر بالقضايا ديال التشغيل، بالتعليم، بالصحه، وبالاصلاحات اللي كتبغي تشرح الحكومه، وكذلك بالقضايا اللي كتشغل البال ديال الشباب واللي هي قضايا عديده.